عليكم خوتي خواتاتي ببارك حواشيركم داخل الوطن وخارج الوطن، رحنا بحال بحال، رحنا خوا خوا بالعداوة. اليوم الصيام في رمضان، الله يجعل الله تعالى يتقبل منا الصيام والصلاة والعبادة والغفران ويغفر للجميع، ويتوب على أمة محمد بجاه الله تبارك وتعالى. نطلب الله تبارك وتعالى الله يحفظ بلادنا ويحفظ مغربنا ويحفظ مالكنا ويحفظ شعبنا ويحفظ الأمن الوطني والدرك الملكي وقوات المساعدة وصحاب الوقاية المدنية، راهم هما اللي قايمين، هما اللي حامين على البلاد وحامين الحدود. راه كلشي نطلبوا الله الجيش ديالنا، نطلبوا الجيش ديالنا الله تبارك وتعالى يحفظهم، والنصر من عند الله سبحانه وتعالى، وهذا غفران الله يسهل عليهم، راهم مرتين مساكن الله يعاونهم. الحمد لله وشكروا على مالكنا اللي راه الملك ديالنا الله يخليه لينا، الله يشافيه، الله يطبوه في الغيب.